الانرجي حقتك طاقتك في رمضان انخفضت، معناها قاعد تسوي شيء غلط، قاعد تسوي شيء غلط. لا نلوم رمضان، مستحيل الله سبحانه وتعالى يأمر أن المسلمين يقوموا بشيء شهر كامل في السنة، يعني تقريبا 9% من السنة، 9% من أوقات البشر يأمر الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بأمر يقلل من طاقتهم ويؤدي إلى خمولهم وتكاسلهم، مستحيل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ثم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالهدف من الأكل أنه يعطيك طاقة وصحة لإقامة صلبك، وبحسبك هذا المقدار. شوف، بحسب، كلمة بحسب يعني يكفيك هذا المقدار، تحسب لنفسك ما هي اللقيمات اللي تكفي لإقامة صلبك. هذا كل الصوم بريء منه، بريئين من كل الصفات السلبية التي تحصل للناس في رمضان.